وللحديث عن تحويل النظام لسوريا إلى دولة للمخدرات وخطرها على دول الجوار ودور إيران في هذا الملف، معنا من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري الدكتور وليد قدو. أهلا بك دكتور وليد. يعني بداية، الجيش الأردني يحبط محاولة جديدة لتهريب المخدرات من سوريا إلى أراضي المملكة الهاشمية الأردنية. السؤال هنا، كيف أثرت عودة سيطرة نظام الأسد على الحدود مع الأردن، وما هي النتيجة؟ شكرا استاذ على الاستضافه. طبعا بلا شك ان النظام السوري معروف منذ بداياته ومنذ حكم الاب حافظ اسد، واستمر الامر الى عهد خلفه بشار ومن سياتي بعده، اي بعد بشار. هذا النظام اسس على هذه الذي ذكر في التقرير، همه تخريب المحيط السوري، تخريب حتى بدأ في الشباب السوري بتخريب عقولهم وتخريب يعني كل المبادئ التي تعلمناها فيما سبق كشعب سوري. بدأت عملية ممنهجة لتخريب عقول الشباب السوري، ثم انتشر هذا كما يسمونه في إيران إذا تصدير الثورة، أيضا في سوريا تصدير المخدرات وتصدير كل الموبقات إلى الجوار السوري، وبالذات استهدف بذلك دول الخليج من باب أيضا. لكن ماذا عن دور نظام الأسد في سيطرته على حدوده مع المملكة الأردنية الهاشمية وتكرار مثل هذه الحوادث، والجيش الأردني بين الحين والآخر يضبط يعني عملية جديدة أو محاولة جديدة لتهريب المخدرات؟ نتحدث عن قيام نظام الأسد بضبط الحدود أو بالسيطرة على حدوده مع المملكة. هو يدعي أنه يسيطر على الحدود، ولكن حقيقة هو يحاول أن يسيطر عليها بطريقته الخاصة. يدعي أنه يسيطر عليها، ولكن حقيقة يحاول أن يصدر تلك الحبوب وتلك المخدرات وتلك السموم إلى دول الجوار. وهذه ولو اطلعنا على التقارير التي ذكرت ومصورة لرأينا أن هناك يعني طريقة التصنيع والتصدير لا يقوم بها إلا دولة، لا تقوم بها إلا دول، لأن ليست هذه شركات أو مهربين كما يدعي البعض أنها مهربين وضبطت شحنة. هذه أعمال لا تقوم بها إلا دولة على مستوى يعني شاحنات ضخمة، على مستوى معدات مثلا ظاهرها صناعي أو تجاري وتعبأ فيها هذه المخدرات وهذه السموم. يعني دولة منظمة تعمل على هذا التصدير، من ورائها دعم من روسيا ودعم من إيران أيضا. نعم دكتور وليد، هل كان تحويل سوريا إلى دولة للمخدرات كما تصفها العديد من التقارير الدولية، هل كان يعني تحويلها إلى ذلك عملية مقصودة مثلا من قبل نظام الأسد؟ طبعا أكيد، هذا أكيد، ولولا ذلك لما استطاع نظام الأسد المجرم أن يبقى إلى هذه الساعة. يعني هو نظام ساقط دوليا ويحاولون يعني إعادة تأهيله من جديد، ولكن لا يمكن أن يقبل، ولا يستطيع الرئيس أن يغادر سوريا شبر إلا إلى روسيا، يؤخذ بطيارة عسكرية ويرجع بطيارة، لا يستطيع أن يزور أي دولة في العالم، نظام ساقط. وهذا الآن إعادة تأهيله يعني عن طريق أن يجعلوه بؤرة لتصدير الفساد وهذه الحبوب والسموم وهذه المخدرات، هذه يعني من باب أن يبتزوا بها بعض المافيات التي تعمل على إبقائه. هذا مقصود طبعا بلا شك. سيد وليد، ماذا عن دور إيران في هندسة وإدارة ملف المخدرات، ولماذا توليه هذا الاهتمام لا سيما بتهريبها إلى الأردن على وجه التحديد؟ يعني طبعا الأردن صار مستهدفة، ومنذ زمن أنا أراقب الوضع الأردني وكنت مقيما في الأردن لفترة من الزمن. الأردن مستهدف من قبل إيران منذ زمن، وكان من أيام الملك حسين وفيما بعده الملك عبد الله يسعى جاهدا إلى صد تلك الهجمات الإيرانية، وبحجة تصدير الثورة وبحجة دعم الحسينيات في بعض المدن في الكرك مثلا في الأردن وعمان العاصمة وما حولها، يريدون أن يصلوا إلى موطئ قدم، ولكن الحكومة الأردنية كانت تهم بالمرصاد. وأكبر دليل على ذلك الآن هي وقف هذه الشحنات المدعومة من إيران. أكيد طبعا إيران لما تستطيع، وقد نشرت بعض الآن تقارير صحفية قبل أيام أن جيش ما يسمى بالفاطميون صار الآن على الحدود الأردنية، وهذا ينذر
دي خطر نعم كبير، والحكومة الأردنية كما أعلم وكما عهدتها ستكون يعني حائط صد ضد هذه التوجهات والتحركات الإيرانية نعم المشبوهة، ونرجو أن يكون هناك من العقلاء في المنطقة ومن دول الخليج أن يهبوا نعم هبة رجل واحد يقفوا مع الأردن لكي يساعدوه على وقف هذه الهجمة الشرسة من إيران، لأنهم إذا اخترقوا الأردن فإنهم سيصلون إلى جميع دول الخليج فيما بعد. دكتور وليد، أنت تتحدث عن مشروع دولة في تصنيع المخدرات كما ذكرت في سياق هذه المداخلة. في ضوء ذلك، كيف نفهم عمليات التطبيع مع النظام السوري رغم كل الأخطار التي تهدد المنطقة بحال إعادته إلى المجتمع الدولي؟ أنا قلت أستاذ الكريم، يعني هم البعض، هناك بعض من يحاول أن يسوق النظام السوري ويعيد تأهيله، مثلا إسرائيل على وجه ما يسمى بإسرائيل أو أمريكا أو بعض الناس أو بعض الدول التي مثل إيران لها مصلحة، ولكن حقيقة يعني لا أبالغ، قلت لك 99 من دول العالم لا يمكن أن تعيد علاقاتها مع النظام السوري المجرم، لأنه ليس نظام. يعني حتى ما أشيع عن أن تركيا تريد أن تعمل مصالحة ما بين النظام وبين المعارضة السورية الموجودة بأربع أو خمسة ملايين على أراضيها، ولكن حقيقة كما صرح وزير الخارجية التركي قبل أيام أنه لا يعرف مع من يتفاوض، ليس هناك رئيس مفوض، حتى الرئيس بشار أسد لا يستطيع أن يحكم على قصره، فبالتالي هو الآن يفكر، الحكومة التركية يفكر بالتفاوض إذا بدهم يفكروا في عملية المصالحة، وان كان انا اعتبر هذا من باب الاستحقاقات الانتخابيه التركيه وانه ليس هي مصالحه حقيقيه، ولكن يقول اذا اردنا ان نفكر باجراء مصالحه ما بين المعارضه السوريه وما بين النظام السوري الحالي نفكر ان نتفاوض مع ايران او مع روسيا، لان هي الوصي الشرعي عنه، لانه اصلا الان ليس هناك حكومه سوريه فاعله، وانما هناك احتلال روسي واحتلال ايراني لسوريا. على سيره روسيا دكتور وليد، في الدوره الروسيه هل ترى ان موسكو ستواصل هذه السياسه تحويل سوريا إلى دولة تتجر بالمخدرات وتصنعها؟ هل هذا يمكن أن يكون فعلا مبرمجا له؟ نعم، هناك خطة ومنهج يسيرون عليه بالتزامن وبالتعاون وبالتنسيق ما بين روسيا وما بين إيران لجعل سوريا رأس حربة في تصدير هذه السموم إلى دول الخليج، وهذا أولا يدر عليهم ربحا كبيرا ويغطي عليهم نفقات كبيره، وايضا يحقق لهم يعني هدف كبير وهو خطير بلا شك، هدف ليس سامر، هدف خطير وهو قتل ونشر الفساد والسموم والمخدرات في الشباب الخليجي، وابتداء من الاردن بوابه الخليج، الان الاردن اذا انتهكوا بوابه الاردن لا سمح الله فانهم سيصلون الى جميع دول الخليج، وهذا نذير شؤم والعياذ بالله. من اسطنبول المتخصص في الشان السوري دكتور وليد قدو، شكرا جزيلا لك.